المونديال ونكونوا معكم لحظة بلحظة في قطر. alors tout de suite معنا صنع المحتوى bien sûr لطفي بشامبينا دورة في قطر هكا البلاصة اسمها. لطفي جسبر اللي قاعد تسمع فينا مليح مليح يسمع فينا نورمالمون. لطفي تسمع فينا تقريبا نحاولوا انه هكا الصوت يخلط والتصويره تخلط. فوالا نسمع فيك لطفي توا مرحبا بيك على المباشر بيان سور في جوك على 90 لو طون اللي تحضر لنا التصويره. فوالا قاعدين معك بالتصويره. وينك انت توا لطفي؟ لطفي الو يا نور نسمع فيك انت توا وين موجود يا لطفي؟ اهلا بيك توا نحن في قطر. في قطر ياسر مزيانه وياسر مزينين التوانسه ديجا. البلاصه مزينينها التوانسه. مزينينها التوانسه والله كلها. شوف الكراهه ما شاء الله كلها تزمر. الاعلام فوق شويه مش معي شويه. بالاعلام وبالزينه. ديما يعني فما عندهم احتفاليه خاصه غادي ولا تابع جو هكا زاد المونديال ولا استغلوا جو المونديال في احتفاليه اخرى؟ والله احتفاليه اكثر من خاصه يعني. أيوة. ما شاء الله نحب نوصلوا للباص اللي فيها الباب الكبير نتاع تونس. شوف ما شاء الله العظيم حكي له ما شاء الله برشا كراهب ومبوتياج. قداش عندكم هو الوقت غادي لطفي؟ احنا على طول الوقت عندنا طول سبعه. سبعه نتاع العشيه زايدين عندنا ساعتين بالضبط. كيما قلنا احنا تو في قطاره هكا بالكي و قطاره بالضبط وقاعدين نعملوا في عندك قطاره وعندك سوق واقف معناها تشوف حتى التوانسه ما شاء الله تشوف البنوته التونسيه ما شاء الله. ايوه محليها هذه كل الكل هالجاليه التونسيه لطفي. الكلها جاليه تونسيه بريسك. اتبرك انا مظاهرين بالاعلام معناها بالعالم مي ظاهرين توانسه ما شاء الله. توانسه كل شوف التصور لي يعني هما توا ماشيين لبلاصه معينه فما وين ديريكسيون يعني ماشيين لما دام نشوفوا في امبوتياج هكا كبير وين ماشيين الجماعه هذوما الكل؟ شوف ماشيين كلنا متوجهين حتى لنا نتلموا هنا برشا توانسة نجيو نعملوا لمة مزيانة يعني للاحتفال كل ليلة توا وليت معناها من العوايد نتاع المونديال تتلموا هكا التوانسة وتعملوا سهرية يعني تونسية 100% بالموزيكا بالماكلة بكل شيء. كل شيء حتى حاجتك اللي نقولوا نحن الماكله التونسيه يطيبوا ويجيبوا لهنا عندنا العزاب زاد تلموا ديما في الشارع ديما نحتفلوا يطيبوا حاجة بنينه يجيبوا هنا نعملوا لما حتى وقت الدار مونديال بيتم معنا كلمه احنا. وقتاش تبدا توا هالسهريه هذه يعني واللمه التونسيه؟ تحضيرات وقاعدين يحضروا العباد تشوف قاعد جايه العباد ان شاء الله. انا احنا ديجا حطينا الكهرباء ونمشيو على رجلينا باش نصور لك الاجواء. اكيد هكا نحاولوا التصويره ترجع لنا خاطر هكا واقفه شويه. فوالا التصويره رجعت لنا فوالا ما شاء الله تبارك الله يعني الحافله الاجواء شوف التوانسه والعلمات. هذوما التوانسه. السلام عليكم الاولاد. لاباس عليكم صباح نحويكم محلاه معناها خطر الغير ما ولا تونس غادي. كلها توانسه ما شاء الله كي تشوف مزينين بالنور كلها توانسه هنا نجيو هنا نجتمعوا نتلموا مع بعضنا نفرحوا الناس كلها مع بعضنا. ترى لطفي اسالهم اسكو هذوما جاليه من قطر ولا مشاو سبيسيالمون للمونديال؟ اوكي انتم جيتوا للمونديال ولا جيتوا؟ جاو للمونديال. جاو سبيسيالمون يعني نحن ورا المنتخب وين يمشيوا احنا وراهم؟ ما شاء الله ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ديما يا ربي فرحانين. من وين جيتوا؟ جاو شيء جاي من باريس شيء من دبي يعني شيء من المانيا يعني ما شاء الله جاليه تبارك الله من تونس تبارك الله تبارك الله يعطيكم الصحه يا الاولاد. يعني عندك اجواء احتفاليه تعمل 66 كيس احتفاليه ما شاء الله وتبارك الله التوانسه يعني وين محل وين الجو وين اللمه وين ال يسالوا فيك يعني على الديريكسيون نتاع الحفله بالضبط كبيره عاملين بلاصه كبيره حطيت على الشاشات عملاقه كل شيء
فري معناها تدخل تتفرج تعمل هذا يكون فيها يعني لي ماتش ويكون فيها كل حاجه معناها واضح. هكا نحاولوا ليماج تقول لنا هكا واضحه شويه نحاول الكونيكسيون ساعات اي فوالا هكا باش نقرب نمشي للبلاصه على القليل هكا باش نشوفوا وين يتجمعوا التوانسه هالبلاصه السريه. هي هي ديجا انا قراب نوصلوا فهمتني شوف انا حتى جاليتنا تبارك الله معناها فما يعني قداش يتلموا على الاقل هكا كل يوم فماش ال 5000 شخص على ولا اكثر معناها يتلموا يتلم. 5000 ما يتلموا ما شاء الله يتلموا كل يتلموا مره كبار يعني. وصغار ما شاء الله يعني شوف ما شاء الله انا عامله شاشه عملاقه لطفه ياسر مزيانه نحاولوا نشوفوا معاك لطفي هكا الايماج تكون لنا واضحه خاطر الكونيكسيون ساعات تمشي وتجي اما قاعدين هكا نشوفوا في صور للشارع وللعلامات والكراهب بالضبط ولا هي رجعت لنا التصويره يعني قربنا كما قلنا للبلاصه اللي هكا تكون احتفاليه ما شاء الله هكا شاشات عملاقه والاجواء منوره والعلامات يعني التونسي العلم تاعنا يعني نحن تحت الدرابو بتاع تونس. قداش يعمل كبره توا لطفي ما شاء الله كبير بالكبير والله تقريبا 5 متر تقريبا 5 متر تقريبا اكثر يعني معناها ما شاء الله ما شاء الله قرب شويه يعني لهنا توا بحذاكم البلاصه كل متاحه فيها يعني كل حاجه تستحقها كل ما هو ماكله كل ما هو كل شيء موجود المطاعم حتى ندخلوا زاد بين المطاعم حتى نعملوا بكم توا دوره كبيره فيها ياسر يلا انا معك لطفي نشوفوا المطاعم تلقى هكا بانامل تونسيه التوانسه حاضرين بقوه بالكدا 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 في قطر خاصه كما قلنا يعني ماهوش غريب على التوانسه انه جاليه تكون موجوده وخاصه انه بما انه قاعدين نعيشوا في جو المونديال يعني تبارك الله ما شاء الله الناس والتوانسه الكل جات من كل بقاع العالم ايوه من المطاعم اي نحاولوا كيما قلت لطفي ساعاتك الكونيكسيون انه ما تعطينيش ليماج كوم الفو انا نحاولوا انه اللي نتركح الصوره باش نشوفوا معاك الاجواء والاماكن المزينه برشا انا اوكي حتى هي كبيره وانا نقعد هكا نمشي الكونيكسيون مش تكون واضحه ولا توا هاني واضحه شويه نشوفوا فيك بيان سور هنا هذيا بريسك من المطعم من المطاعم اللي هذه مطعم المدخل المطعم بعيده شويه ماشي بتاع بعيده شويه ما نعرفش تبقى معايا احنا باش ينجم يكون لنا معاك عوده يا لطفي اما على الاقل هكا قاعدين دائما نطمنوا على الجاليه التونسيه نتاعنا عاملين بون كيف اجواء احتفاليه مزيانه برشا برشا خاصه للمورال طالع نجم نقولوا من الماتش نتاع البارح على التوانسه الكل يتجمعوا كل ليله كما كنتوا هكا تشوفوا معنا برشا امبوتياج ويتلموا في سهريه تكون 100% تونسيه لمسانده المنتخب التونسي لمونديال قطر واحنا ديما هكا باش نشوفوا الاجواء ونتبعوا بيان سور الجاليه نتاعنا لحظه بلحظه في قطر وين ما كانوا بيان سور معانا في الحياه في المونديال.